الميدان اللي محتاج قوة تركيز عالية، ميدان قفز الحواجز، وإلى البطولة الوطنية الـ 12 في السعودية اللي فرسانها تنافسوا انهم يقطعوا الحواجز بدون أخطاء وبأقل وقت ممكن. طبعا هذا مشاهدينا الميدان محتاج بالفعل قوة تركيز وتكنيك عالي. إذا حابين تشوفوا أجواء البطولة خلينا نشوفها سوا بهذا التقرير. بدأت منافسات اليوم الأول للبطولة الوطنية 13 في مدرسة الفروسية الدولية بالرياض بين فرسان قفز الحواجز، حيث كانت نتائج أشواط اليوم الأول على الشكل التالي. الشوط الأول سمول 1 ارتفاع من 80 إلى 100 سنتيمتر جاء بالمركز الأول للفارس عبد العزيز حسن، أما المركز الثاني فكان من نصيب الفارس عون القحطاني، أما المركز الثالث بخطأين للفارس مشار العندس. البطولة هذه 12 ثاني بطولة نقيمها هنا في الموسم الرياضي 2016 و2017. كل بطولة يظهر فرسان جدد ومنافسة أجدد. الأسبوع الماضي كان معظم الفرسان مسافرين يشاركوا في قطر، الأسبوع هذا بعض الفرسان رجعوا، بدأت المنافسة يعني تحتد ويصير في منافسة أقوى على الجوائز. طبعا هي البطولات الوطنية تجهيز للبطولات الكبيرة، الكؤوس، كأس الملك عبد العزيز، كأس المؤسس، كأس رئيس الاتحاد، درع الاتحاد، هذه كلها بطولات تجهز الفرسان فيها خيلهم على أساس المنافسة الكبيرة على الجائزة الكبيرة، فهذه تعتبر تجهيزية يعني بطولات تجهيزية. أما الشوط الثاني شوط الميديم تصدر الفارس حامد المقعدي على صهوة فانتانو، أما الفارس عبد الله البقمي فقد حل ثانيا بخطأين وجاء الفارس علي المقعدي بالمركز الثالث. الحمد لله، طبعا فريق كلية الملك عبد العزيز الحربية مشارك في هالبطولة 12 المحلية في المدرسة الدولية في الملز. الحمد لله أول يوم بدأنا هذا الأشواط. الشوط الثاني هو الميديم اللي شفتيه قبل شوي. الحمد لله أربعة اللي فازوا من كلية الملك عبد العزيز الحربية المراكز الأولى، اللي هو أنا جيت أول، عبد الله بقومي جاء ثاني، علي المقعدي جاء ثالث، الرابع برضو علي المقعدي. فالحمد لله بالنسبة للأشواط هذه حنا متمرنين قبل ومارسين إن شاء الله قفز الحواجز. الكلية من زمان متفوقة من بالحين، طبعا دائما وهي في المراكز، ومن كثر المشاركات وكثر الاحتكاك بالفرسان الكبار وكثر التدريب واستمرارية في التدريب والمسؤولين في الكلية طبعا أتاحونا الفرصة هذه وسمحونا بالتدريب، سمحونا بالمشاركات، فقدرنا ننافس الفرسان كبار. والحمد لله الكلية دائما متعلقة بقفز الحواجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله النهاردة كان يوم كويس قوي، كان حظنا كويس وكل فرسانة عملت ركبت كويس جدا، وكان الحمد لله كورس كويس والتنظيم بتاعه كان هايل جدا الحمد لله، يعني عملوا كليرات. هو كان الموضوع بالنسبة لي النهاردة ما كانش التارجت بتاعه مكسب، يعني كنا مريحين بقالنا فترة وبدئين ان احنا ندرب الخيل تاني ونرجع نستعيد مستواها تاني، ما كانش عندنا تارجت ان احنا نكسب. وكان المركز الاول بخطأين للفارس سلمان المقعدي بالشوط الثالث شوط الفئة الكبرى، والمركز الثاني للفارس ضياء بشير، اما الفارس مازن اليوسف فقد حل ثالثا.